وأيضا يعني دائما نحن منركز على الأمور الإبداعية والريادية والأفكار الجديدة اللي منساعد فيها بعضنا البعض. اليوم رح يكون معنا الدكتور أمجد الجديفات، مؤسس مشروع الدبلوم المهني في طب الأسرة، لنتعرف إيش هذا الدبلوم المهني، شو فائدته، قديش رح يساعد أطباء بالقطاع الحكومي والخدمات الطبية الملكية وأيضا وكالة الغوث، وقديش رح يعود بالفائدة بالمجمل علينا نحن كمواطنين. صباح الخير دكتور. صباح الخير كاثي، صباح الخير إبراهيم، وصباح الوطن الجميل. أهلا وسهلا. يعني بداية دكتور، نتعرف أكثر على برنامج الدبلوم المهني في الرعاية الصحية الأولية. برنامج الدبلوم المهني بدأت الفكرة عندي لما لاحظت أنه الأطباء العامين يتخرجوا وهم معظم تدريبهم في المستشفيات ما بيتدربوا في مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل كافي. هذا الشيء يؤدي إلى أنه هذول الأطباء بيقدموا معظم المرضى أو الحالات اللي بيشوفوها هي حالات متقدمة، ومش متعودين يتعالجوا الحالات الابتدائية أو في المراكز الصحية، مما يؤدي إلى زيادة عدد التحويلات إلى المراكز إلى المستشفيات وإنهاك المستشفيات والنظام الصحي الأردني. فلما شفنا المشكلة هاي ظهرت عندي الفكرة هاي، فقدمت لمشروع إيرازموس بلس اللي هو برنامج بناء القدرات في الاتحاد الأوروبي في منافسة مع كل المنطقة أو العالم، وكانت المنافسة شديدة جدا، والحمد لله فازت الجامعة الهاشمية في هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 782,000 يورو ومن أجل البدء في عمل هذا المشروع. طبعا تم الفوز بهذا المشروع قبل تقريبا 8 شهور. نعم، نحن عند البدء بهذا المشروع إن شاء الله رح تبلش فيه بشهر 2 إن الله راد ويستر إن شاء الله. قديش رح يرفع من سوية القطاع الصحي بالأردن؟ أول شيء أنا حاب أحكي مقدمة بسيطة عن المشروع. المشروع أو البرنامج هو بقيادة الجامعة الهاشمية وبالشراكة مع 5 جامعات أخرى، جامعتين أردنيات وثلاث جامعات أوروبية. الجامعتين الأردنية هي الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وأيضا معنا 3 جامعات من 3 دول أوروبية: جامعة كوين ماري من بريطانيا، جامعة رادبود من هولندا، وجامعة كيلوفن من بلجيكا. هاي الجامعات هي مسؤولة عن تقديم أو عمل برنامج الدبلوم الرعاية الصحية الأولية بالاستفادة من الخبرات الأوروبية والخبرات الأردنية، ومن ثم تدريب الأطباء على هذا البرنامج. البرنامج طبعا معنا شراكة وزارة الصحة، أكيد شريك رئيسي واستراتيجي معنا، أيضا يوجد الخدمات الطبية الملكية، وأيضا معنا وكالة الغوث. هذا في الخطوات الأولى للمشروع. في الخطوة الثانية احنا نتطلع إلى أنه هذا المشروع يسوق في للقطاع الخاص وأيضا يسوق للخارج لمنطقة الخليج والشرق الأوسط كامل. كبرنامج رائد. البرنامج هذا راح يكون برنامج يسموه هايبرد موديل، التعليم المدمج، راح يكون جزء منه تعليم عن بعد، والجزء الثاني من هذا البرنامج راح يكون تعليم وجها لوجه، وهو يسموه احنا بنسميه on the job training، يعني التعليم الطبيب جوه العيادة على مرضى حقيقيين. يعني احنا نهدف الى انه ارتقاء، مش بس انه احنا نشتغل على النولج تاعت الطبيب، البرنامج يهدف الى نولج اتيتيود براكتس، يعني رفع المعلومات عند الطبيب، هاي المعلومات تتحول الى عادة او ممارسة، وهاي الممارسة يلحظها المريض خلال الايام او خلال بعد فترة من التدريب. يعني نعم، خلال فترة التدريب. الشغلة الثانية واللي هي شو الهدف او كيف احنا راح نلمس من نتائج من هذا المشروع، احنا عندما نرفع سوية الاطباء العامين هذا سوف يؤدي الى انه احنا اذا بنحكي الاوبتيمم او الهدف الرئيسي انه يكون اختصاص طب الأسرة في كل المراكز الصحية الأردنية. نعم. عملنا دراسة اكتوارية إنه قديش بدنا سنة حتى يصير عندنا أخصائي طب أسرة في كل مركز صحي في الأردن، فنحتاج بحدود 150 سنة، وبالتالي هذا شيء صعب التحقيق، فنحتاج إلى خطوة مبدئية ما بين طب الأسرة والطبيب العام الأوردينري جي بي اللي هو موجود عندنا في الأردن. هاي الخطوة هي راح تكون الدبلوم طب الأسرة. طبعا إحنا نحكي شو الفكرة منه، الطبيب أخصائي طب الأسرة بيحول 4-6% من الحالات للمستشفيات.
الطبيب العام بيحول 40-60% من الحالات اللي تجيه. إذا إحنا عملنا إشي وسطي بحيث إنه المريض الطبيب يحول أقل من 30% من المرضى اللي يجوا رح يخفف الاكتظاظ في صحيح المراكز الصحية أو في المستشفيات الثانوية والثالثية، لأنه نعم. إحنا عنا مشكلة في الاكتظاظ في المستشفيات الحكومية نعم. إجمالا. نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، ما المشكلة التي تحول من التخصص في طب الأسرة في الأردن؟ إحنا بنعرف عالميا موجود طبيب الأسرة في كل حي مثلا أو في كل منطقة، وهو الذي يحول الحالات إلى المختصين، يعني يكون مرحلة كمرحلة أولية. شو السبب اللي ما عم بيخلي خلينا نحكي اختصاص أو بالضبط الطلاب إنه يتواجدوا في طب الأسرة؟ المشكلة الرئيسية هو عدم وجود قدرة لتدريب أعداد كفاية. يعني إحنا في تطور مستمر في طب الأسرة في الأردن. قبل 10 سنوات كانت وزارة الصحة تأخذ 7-8 مقيمين في السنة، ارتفعت كفاءة تدريب وزارة الصحة الآن 70 طبيب سنويا. ولكن الهدف الأوبتيمم تاعنا أنه نوصلهم لمية، ولكن حتى لو وصلنا لمية رح نحتاج فترة طويلة. الشغلة الثانية، إحنا بالنسبة لنا في برنامجنا لا نستهدف الأطباء العامين أقل من 35 سنة. نستهدف الأطباء العامين أكثر من 35 سنة اللي هم فقدوا الفرصة في الدخول إلى برامج الإقامة، وهذول رح يظلوا أطباء عامين في وزارة الصحة من عمر 35-60 أقل شيء، يعني بدهم يظلوا 25 سنة وهم أطباء عامين يقدموا رعاية صحية. هذول الأطباء بالعادة ما في لهم برامج تدريبية متخصصة ترفع من سويتهم أو تجعلهم دائما أبديتد أو يحدثوا معلوماتهم. فهذا البرنامج، برنامج الدبلوم إن شاء الله رح يكون هو الخطوة للأمام من أجل تطوير الأطباء. هل سيكون فقط بالعاصمة عمان أولها، ولا سيكون هناك انتشار بكل محافظات المملكة؟ لأنه خلينا نكون واقعيين، بنفتقر لهذه الأمور كثيرا بالمحافظات. صراحة أطباء الأسرة في الأردن اللي في وزارة الصحة تقريبا 130 طبيب، أوكي. بحدود 20-25 إداريين، أوكي. و70-75 في العاصمة عمان. نحن البرنامج هذا بحاجته في المحافظات أكثر من العاصمة صحيح. عمان، فإحنا بالغالب لما نبدأ في هذا البرنامج رح يكون في تركيز على جميع المحافظات بتوزيع عادل لكل المحافظات. توزيع عادل بمعنى الأعداد وليس نسبة إلى السكان، لأن إذا بدنا نأخذ نسبة السكان رح نجي على عمان. لا، إحنا بدنا نوزع نفس الأعداد لتدريب الأطباء في كل المحافظات نفس العدد إن شاء الله. وبالنسبة لأطباء الأسرة، يعني هل هناك توجه من الجامعات الأردنية للأقل من 35 سنة؟ يعني إحنا نحكي لسه الخريجين الجدد الممارسين، هل هناك تغير أو الاهتمام أكثر بالممارسة قبل مثلا الذهاب إلى المستشفيات وفتح عيادات؟ 100%. احنا في اهتمام كبير صار في طب الأسرة بالآونة الأخيرة، أوكي. لأهميته، وبالذات بعد ظهور الكوفيد 19، جائحة كورونا. هاي جائحة كورونا كشفت العيوب أو المشاكل الموجودة في النظام الصحي، وكشفت العيوب في كل العالم مش بس في الأردن. صحيح. الفكرة كالتالي، لما في جائحة كورونا سكروا كل المستشفيات، وكل المستشفيات صارت تستقبل مرضى كورونا، المرضى ما لقوا محل أو وين بدهم يروحوا. صح. إحنا الطبيب العام عندنا في الأردن غير مسموح له يكتب أدوية أمراض مزمنة مثلا، ولكن إذا كان مدرب تدريب جيد ممكن يقدر يكتبها. صح. ممكن هاي. صح. ففي فترة اللوك داون اللي صارت في الأردن ماشي الحال، صار في عندي مشكلة وصار في غياب للرعاية الصحية في الأردن لمعظم المرضى. إحنا في لما نرفع سوية النظام الرعاية الصحية الأولية أعتقد أنه رح نحل هاي المشكلة، لأنه إحنا لازم نحضر حالنا لأي جائحة أو لأي ظروف كانت. الشغلة الثانية اللي هي مهمة جدا، التحول المضطرد مع ارتفاع يعني أعمار الوفيات والناس صارت تعيش فترات أطول للرعاية الصحية، صار عندي مشكلة في الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة زاد العدد، وعند الأرقام في الأردن مخيفة جدا. نعم. فوجود هاي الأمراض المزمنة، أخصائيين المسؤولين عن علاج السكري والغدد الصماء وما إلى ذلك عددهم في الأردن قليل جدا. ما بيقدروا يلحقوا على كل الشعب أو كل الناس المريضين. فعشان هيك إحنا بحاجة نظام رعاية صحية أولية قوي حتى يحول للمستشفى فقط من يحتاج. نعم. نعم. يعني لا شك بأنه في ضغط كثير كبير على القطاع الطبي نظرا لكل الـ يعني الأسباب اللي ذكرتها، ولكن بالنهاية يعطيكم ألف
العافية على جهودكم دائما، وإن شاء الله هذا البرنامج يعني سيؤثر بشكل إيجابي وبشكل كبير على الواقع الطبي. وبنشكرك على وجودك معنا اليوم يعني جزيل الشكر، وإن شاء الله هيك بلقاءات مقبلة نتحدث عن أكثر نتائج عن هذا البرنامج وبنشوفها يعني نلمسها على أرض الواقع إن شاء الله. بس شكرا. إبراهيم حاب أشكر الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق رئيس الجامعة الهاشمية على دعم المتواصل للإبداع. حاب أشكر الأستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجة مدير مكتب إيرازموس بلس على دعمه وتشجيعه لهذا المشروع، وحاب أشكر كل الشركاء اللي ساهموا وساعدوا معنا في هذا المشروع. نعم شكرا جزيلا، شكرا لتواجدك معنا.